لك اولا بان مرحبا بكم عندنا، مرحبا بنا عندكم. رانيا موديل، دخل دابا شويه في التمثيل، زعما ولفوا عليا الناس اكثريه في الموديلينغ، ودابا غيشوفوني حاجه واحده اخرى ان شاء الله في رمضان. ولفوا عليا مع بعض. شنو غادي نقول لك علاء؟ دابا علاقتي برانيا هي واحد العلاقه زوينه، يمكن الناس زوجونا وحنا بالاخبر داروا لينا هذه الحاجه اللي ما عارفينهاش بزاف ديال الناس. انا ورانيا ماشي مزوجين، يعني احنا 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 اصدقاء وبيناتنا واحد العلاقه زوينه، بيناتنا واحد لو فيلينغ زوين. هذا لو فيلينغ اللي بغاوه الناس، بغاوه المنتجين، بغاوه بزاف ديال الناس، وحنا فيه. وسي ان فيلينغ اللي حقيقي. راه قلتها في بزاف ديال البلايص، قلت كلمه لو كوبل ما يمكنش تكون غير في بين ما يمكنش تكون غير كوبل في علاقه حب. كاين كوبل اللي بين اصدقاء، بين جوج كيخدموا مع بعضياتهم، بين جوج ديال الكوميديين، بين مغني ومغنيه. فحنا عايشين واحد لو فيلينغ زوين، وكنديروا دي فيديو اللي عجبوا الناس، والناس اللي بغاو يشوفونا مع بعضياتنا. وهي راه عندها حياتها وانا عندي حياتي. رانيا بنت الناس، واحد البنت اللي مصله وغزاله، ويعني صراحه حلم اي شاب، لان فيها جميع صفات البنت المغربيه اللي تبارك الله عليها. فاحنا هاد الساعه كاين واحد الفيلينغ زوين، فداكشي كنخليه للمستقبل. كيف ما قال لك بدري، اني واحد الفيلينغ زوين وما قدرناش زعما ما نقدروش نعرفوا شنو يقدر يوقع بالمستقبل. فوالا حنا قلنا زعما كاين واحد الحاجه زوينه، مي ما عرفناش شنو يقدر في زعما شنو يوقع في المستقبل. العلاقه بدات يعني علاقه بروفيسيونيل، يعني فاش كان عندي الكليب كنت محتاج لجوج ديال الموديل. كان صراحه جاوني بزاف ديال الطلبات، فالاختيار كان على جوج، رانيا وسلمى. كان سلمى صلاح الدين وكان رانيا منصور. فبزوج تبارك الله عليهم، يعني كنت فرحان انهم كانوا معايا في الكليب وعطاو مزيان في الكليب وخدموا معايا بواحد الروح زوينه بزاف، والحمد لله الكليب لقى واحد النجاح كبير. شوف من بعد الكليب غادي نقول لك واحد القضيه، من بعد الكليب انا بقيت اون كونتاكت مع سلمى صلاح الدين كثر ما كنت مع رانيا. سلمى صلاح الدين راه تلاقينا بزاف، خرجنا تعشينا اونصوم، تغدينا، درنا ديز اكتيفيتي مع صحابنا. فبالعكس سلمى تلاقيت اكثر ما تلاقيت رانيا. ورانيا ما دويناش شي عام ونص ما دويناش، كنا كندويو مره في الانستغرام، ولا بحكم ان انا اصلا كنخلي واحد الصداقه، واحد العلاقه زوينه مع الناس اللي كنكون اشتغلت معاهم. فحتى جات يعني لقاتنا الاقدار في واحد لو بروجي ديالي اللي اشتغلت معايا فيه للمرة الثانية. هو ماشي كليب، هو واحد المفاجأة ان شاء الله غادي تكون قريبا. فتما داز واحد الفيلينغ بيني وبين رانيا. يعني اشتغلت معايا بواحد تلقائية، بواحد العفوية، صبرات، لانك عارف لي تغناش كيكونوا فيهم بعض المشاكل، كيكونوا فيهم بعض الروطار. فهي البنت ما تشكاتش، ما قالت حتى شي كلمة ديال العيب. فعجبني هذاك الصبر ديالها، وعجبني ديك الروح، حسيت ان ذاك البروجي بحالة ديالها. فانا كتعجبني البنت اللي كيكون عندها الصبر، اللي كتكون صبارة. فتما دازت بينا ذاك الكورون، ديك الصداقة دازت، يعني تطورت العلاقة بروفيسيونيل، علاقة صداقة. انا وسلمى صلاح الدين كنا بجوج بينا في نفس لو كليب ديال بدر سلطان. زعما ما كناش كنعرفوا بعضياتنا، مي زعما النهار ديال لو كليب زعما تصدمنا، لقينا راسنا كنتشابهوا بزاف. زعما ما تصدمنا، هي كتقول لي انا كنشوف راسي وانا كنقول لها انا كنشوف راسي. الناس تشوكاو، ما فهموا والو. بزاف الناس يسحب لهم كاين غير موديل وحده في الكليب. وي الناس بزاف حسب لهم في جي با اونفي كاين موديل وحده، الوغ كو زعما كاينه انا وهي بكثرة الشبه زعما اللي بيناتنا. مي بالعكس انا زعما خدمت مع خدمنا انا وسلمى صلاح الدين، كان كونتاكت بيناتنا زوين. ابخي بقينا كنهضروا، خدمنا دوطخ بروجي انا وياها في لي بوب. بالعكس زعما سلمى كتجيني فنانه وتبارك الله عليها. وصراحه هاد لي فيديو اللي بدينا كنديروا جاو تلقائيين، حيت يمكن انا ورانيا عندنا نفس الضحك،
كنضحكوا على نفس الحوايج ابسط الامور كنضحكوا عليهم يمكن شي امور تافهه كنضحكوا عليهم فداز داك الشيء زوين بيناتنا والناس عجبوهم دوك لي فيديو اللي بدينا كنديروا ابخي ولا داك الشيء ولا داك الشيء بروفيسيونيل يعني تلقينا عروض من منتجين ومن ماركات اللي بغاونا نديروا دوك لي فيديو الماركت ديالهم داكشي علاش الناس ولاو كيشوفونا انا ورانيا بزاف بحكم ان ولينا احنا اصدقاء وخدامين اونصومبل ف الله يكمل عليها لان هي بنت تبارك الله كتمثل زوين وما شاء الله عليها كنتمنى لها كل التوفيق في هذا المسار يعني ممثله لها مستقبل كبير تبارك الله. اول حاجه باش نفسر لك احنا ما عايشينش مع بعضياتنا انا راه قريبه لبدر ساكنه قريبه ليه دونك نقدر نمشي ابي دغيا ونعاود نجي. اول حاجه ما كنكونش بوحدنا ديما معنا صحابنا انا معايا ما كوزين معايا اختي فهمتي يعني انا براسي ما ساكنش بوحدي فهمتي يعني حتى فاش كيشوفوني الناس في لي ستوري لابسه بيجاما راه غير حيت كنعكز نلبس حوايجي جونغ كندير المونطو وكنجي ابي حيتاش ما كن ولا طيبت انا خاصها تغسل الماعن فهمتي صافي كنتعاونوا مع بعضياتنا في حركه يعني انا فاش كنجي كنحس براسي زعما راني في وسط صحابي كنتعامل عادي زعما كيف ما كنكون في دارنا كندير داكشي هنايا ما نقدر ندير اي حاجه هذاكشي علاش الناس فهموا الغلط وحسب ليهم عايشين مع بعضياتنا الوغكو حنايا العكس راه بالعكس وبارفو كنديروا حنا دي ستوري اننا معشين بزاف بينا ماشي غير انا وياه راس في الراس كنديروا دي ستوري يعني وديك لي ستوري اللي زعما كنصور كيصورونا صحابنا او كيصوروش راسنا الا شفتونا حنا بجوج واقفين ضروري كاين شي حد بنتي ديما عندي الدار ما كتخواش يعني ديما كيكونوا صحابنا ديما حبابنا وها انت جيتي ياك جيتي على خلا وانت شتي زعما شكون كاين في الدار زعما راه كل مره شي واحد كيخرج كيف ما قلت الناس بداو كيشوفونا بزاف انا ورانيا حيت كتجمعنا الخدمه كتجمعنا صداقه فبحكم هي حيت هي ساكنه حدايا فاش كنكونوا باغيين نسجلوا شي فيديو ولا يكون عندنا شي خدمه كنعيط لها الو رانيا اجي والله غير نسرجم كنعيط لها كتجي كنسجلوا الفيديو وبحكم كيكونوا معنا الاصدقاء عندنا دي زامي اون كوما سيرتو دابا انا ساكن زعما انا متغرب انا ولد احفير وهي بنت فاس فما يمكنش هي تبقى راسها وانا نبقى راسي فديما كنتجمعوا يا اما عندها يا اما عندي يا اما عند صحابنا فدائما كنحاولوا نكونوا اونصومبل نتوما عارفين دابا باغيين غير نعيشوا نفرحوا نضحكوا خصوصا فهاد الوقيته ديال كورونا فبالعكس انا كنحترمها كبنت وكنحترمها كصديقه وما كنبغيش شي حاجه اللي غادي بصورتها ولا بصورتي حيتاش انا راه من فاس وكنسكن زعما هنايا وجا معايا خوتي داكشي ولكن كيبغي يدير داك الجو ديال العائله زعما ما تخافيش ما تهديش كينصحني كيوريني بزاف د الحوايج يعني شد بيدي زعما بزاف ديال المرات ماشي زعما مثلا دابا وي اون بليس انا زعما عائلتي راه ما نبغيش ليهم صوره خايبه سيرتو ماما عندي خويا يعني ما نبغيش يشوفوني في واحد الصوره اللي خايبه حيتاش الناس غير الناس ما فهموش يعني انا عائلتي فاش كيدويو معايا وكيشوفوني الناس مازال مرة في الفيديو حيت عائلتي عارفين الحقيقه هذاك الشيء علاش يعني هذه هي اللي بغينا نوضحوا للناس باش يفهموا هذه افون ما يدوز الفيلينغ بيني وبين بدر ابري فاش درنا انا وياه تيك توك وشافوه الناس دونك الناس بقاو كيقولوا لينا عافاكم ديروا لنا تيك توك ولفنا ديك الضحك ولفنا هذاك الشيء صافي كيف ما قال لك بدر بدينا كنتلقاو العروض من عند الناس وبدينا زعما في لي تورناج بدينا خدامين على داك الشيء اللي راه حنا كنديروا دابا وي بيان سور وي بيان سور كاين ديجا الناس شافونا في القناه الاولى على القناه الاولى ديجا داز في وي داز الاشهار الاول وباقي دو سمان ان شاء الله غير باقي غادي يدوز وحنا باقيين اصلا كنصوروا في دي كابسول فوالا ماما غتحماق وتشوفني ممثله كبيره الحلم ديالها وان شاء الله نقدر نحققوا ليها يا ربي. شوف انا كنتعامل دائما بنيه حسنه دائما عندي كنعطي اكثر وما كنستناش زعما المقابل لكن ربي تيعطيك من ابواب الواسعه ف شوف انت ما كتعرفش الرزق امتى كيجيك خصوصا دابا حنا في كورونا فالحركه الفنيه ديالنا توقفت
يعني توقفات بواحد بواحد صوره رهيبه يعني، خصوصا المغنيين اللي يعني حنا كنا عايشين كنا عايشين بالفن ديالنا، كنا عايشين بهذه المهنه ديالنا. يعني راه بزاف ديال العائلات اللي تشردوا في الميدان الفني. فجاتنا هذه الفرصه، او نهضر على راسي، جاتني هذه الفرصه ديال 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 التمثيل، ديال الاشهارات بواحد ستيل مختلف، وبواحد يعني شي حاجه اللي ما كنتش انا كنتظرها. يعني ربي جاب لنا الرزق حتى لعندنا، فعلاش غادي نقولوا انا لا؟ كيبان لك هكا خجول وما كيقدرش، وبدا تحاول كي قدام الكاميرا حاجه واحده اخرى فريمون كيمثل زوين. انا صدمني، ما كناخذوش بزاف ديال الوقت سبحان الله العظيم باش ما تبقاوش نعاودوا بزاف. فريمون كيمثل زوين، ماشي حيت زعما وحدايا والله الا زعما كتشوفوا خجول وما كيقدرش يدير بزاف الحوايج وهذا، ولكن قدام كاميرا حاجه واحده اخرى. غتشوفونا في دي كابسول اللي زوينين بزاف انا ورانيا، يعني الحياه اليوميه كيفاش كيفاش كنعيشوها، دوك المدابزات انا وياها، دوك اللي كيكونوا بين الكوبل. نكاره بزاف، ولقاتني انا حشومي، لكن انا تنبغي ما تنبغيش المشاكل، كنبغي نكالمي لو جو. ماما تبادر هي بداتها راسها كتخلي دوز داك لو كورون بينك وبينها، حيت واحد المره زعما فريمون كتحلك زعما قلبها، كدوي معاك بحال اساس انك بنتها عايشه معاها في الدار. ما كتعاملنيش على انني صديقه ديال بدر، كتعاملني على اساس انني بحال بنتها عايشه معاها في الدار. وانا عجبني هذاك كيفاش كتعاملني، داكشي علاش انا وياها عندنا واحد الصداقه زوينه وكبيره. وكان صراحه كتجيني بحال الماما، نصاب انا تكون عندي جوزه بحال ماما بدر، احسن حاجه هي تكون عندك ماما تبدل العجوزه ديالك. واشوف اي ام كتبغي تشوف ولدها عريس، ولدها فرحان، ولدها زعما مهني في دارو، فدائما ماما كتقول لي امتى غتزوج. ديما الزواج انا كنت مأخره، لان كانوا عندي اولويات. الاولويات اللي كان عندي هما العائله. يعني انا كانوا عندي بعض المشاكل العائليه، منهم الدار. فالحمد لله فاش درت الدار الوالديه، فاش سكنتهم ودرت لهم واحد المستوى ديال المعيشه الحمد لله مزيان. هذه الحاجه اللي انا كنفتخر بها، هذه الحاجه اللي كانت في بالي قبل الزواج، قبل الاعمال، قبل انا راه كنت كان داكشي. علاش يمكن انا مقصر من ناحيه الاعمال الفنيه؟ انا هادي شحال ما خرجت شي عمل، لان كيف ما كتعرفوا الاعمال الفنيه كتطلب واحد الانتاج كبير وكتطلب فلوس بزاف. فانا كل ما كنت، وانا الحمد لله مطلوب في الحفلات ومطلوب في السهرات، الحفلات الخاصه، فكنت اي اجر كناخذه كان ساهم به في البيت. حتى الحمد لله كملت الدار وسكنت والديا. انا كاين في احفير، ما يمكنليش انا نبني في مدينه غير مدينتي، مدينة أحفير، هذه المدينة اللي هي الأصل. والحمد لله دار زوينة. شوف ما تقدرش تقول، ما غاديش نقدر نقول لك فيلا ولا نقول لك شي حاجة، المهم دار اللي زوينة، اللي كنت أنا كنحلم بها أنها تكون عند والديا، وداك الشيء اللي كان. ودخلنا الدار في الكونفينمو، أول نهار في كورونا دخلنا للدار. فماشي بدينا كنكتشفوا نفسنا، بدينا كنكتشفوا الدار، كنكتشفوا البيوت، كنولفوا على الدار. فما حسيناش بالكونفينمو، والله ما حسينا بالكونفينمو، حسينا بديك الفرحة ديال الوالدين، بالفرحة ديالي، وأنا كنشوف والديا فرحانين. فالحمد لله. يعني شوف أنا كنآمن بالصداقة أنها تقدر تولي حب، والحب يولي زواج، لان تحكي لي الهضره عليك حضر عينيك. لا شوف انا كتعجبني الصداقه، احسن من الحب. كتعجبني الصداقه احسن من الحب، لان كنشوف انا الصداقه شي حاجه زوينه، والصداقه الى طولات راه كتبقى. الحب انا عندي واحد تجربه خايبه مع الحب، داكشي علاش ما كنزعمش انا نعطي قلبي لشي وحده. لان عندي واحد الاكسبيرينس خايبه في الحب، داكشي علاش الصداقه كتستمر. لا بصح عنده الحق، الصداقه صراحه كتدوم، حيتاش ملي كيكون الحب من الاول كيكثر المشاكل
وبنادم ما كيطواش وما كيديرش بزاف ديال الحوايج. اما ملي كتبدا من الاول صداقه وبنادم كيتعرف على راسو بشويه 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 كيقدر يوصل بزاف ديال المراحل ما كانش ناوي عليهم ممكن انا يوصل ليهم. داكشي اش حنا عاجبين الناس حيت حنا اصدقاء، هذاك لو فيلينغ اللي بيناتنا ديال واحد الصداقه زوينه، كنضحكوا كنقروا على اي حاجه، كندابزوا كنصالحوا. وقيله الا كان داك الا كنا واحد الغولاسيون اللي الحب وداكشي راه دابزه علاش درتي كذا، شكون هذيك اللي تصورت معاك شكون. ف وليكس انا راه الناس ملي كيجيو يتصوروا مع بعض راه انا كنصورهم طرائف. كاينه واحد الطريفه كتوقع لي ديما مع بدر، هو انه ملي كنبغيو نصوروا شي فيديو كيدير فيه بحال شنو لابسه لا ما يمكنش، حيت هو من منطقه راك عارف من ولد احفير ومن الريف، دونك كيفكروا بزاف ديال الحوايج. فيما كنبغيو نديروا شي حاجه كيقول لي سير اختي لداركم سير اختي بدل عليا هاد اللبس. دونك كنمشي للدار كنجيب عليه فاليز كنت مجايه عاوتاني كنسلك حتى عليها ولا حتى عليها هي فهمتوا. وكنبغيو نبينوا دي فيديو اللي كيكونوا زوينين وفي صوره زوينه، لان احنا انا بداك النوع اللي انا ما كنبغيش الانتقادات ليا وليها، فديما كنبغيو نخرجوا في واحد الصوره اللي انيقه وفي نفس الوقت اللي محترمه. حيت كنبقى انا صراحه ضلات انا اللبس ديالي زعما ماشي زعما كان خايب ولا شي حاجه، غير انا الجوق زعما اللي كنلبس نورمال عادي بحال طوندونس ديال دابا، غير هو منين من بعد بداو كيوصلونا شي انتقادات ديال اللباس ولا شي حاجه من تما بدر هيشه في الكومونتير. بالعكس اللي زوينه هو انه لي كومونتير اللي زعما خايبين ما عندهم حتى شي معنى ما كديوهاش فيهم، ولكن اللي كيبانوا لينا فوالا هذاك النقد حنا كيعجبنا. جوق من ديك ساعة وبدر كيشوف فيا سير اختي لداركم سير اختي لداركم فوالا ديما كي 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 كيبقى انسيستي على بزاف ديال الحوايج، خصك دير هادي خصك دير هادي خصك دير هادي فريمون، ولكن انا معاه في ديك الامور كامله اللي كتقول اللي كيقول صراحه سير اختي لداركم. نبغي نقول للجمهور ديال شوف تي في شكرا بزاف على الحب ديالكم زوين، على الحب اللي عطيتونا اللي ما كنتش كنت زعما كنتوقع ملي كنخرج للزنقه والناس كيفاش بغاونا انا وبادر. فريمون شكرا بزاف، وبلا الناس حنا ما كنسوا والو. انا بالنسبه للجديد ديالي صراحه كنت شويه ماشي مقصر، لان كيف ما قلت لكم قبل كان عندي ظروف، لكن في هذه الفتره الحمد لله قدرت انني نسجل واحد الميني البوم اللي تعاملت مع مجموعه من الملحنين والكتاب والموزعين. هو ميني البوم فيه 4 ديال الاغاني، كل اغنيه عندها ستيل ولون غنائي معين. كنت غادي نصدر اول اغنيه هاد الايام، لكن المخرج عماد ازوياتو العربي كانت وفات لهم الوالده ديالهم، اللي كنت اسف لهاد هاد الخبر، وكان نوصل لهم تعازينا الخالصه بسبب هاد الواقعه الاليمه. قررنا اننا ناجلوا التصوير، والمخرج هو وخوه ياخذوا واحد البريك واحد الراحه، وبديت كنصور واحد الاغنيه اللي كانت هي تعامل مع الصديق انس العراقي، اللي هي ان شاء الله غتخرج في هذا الشهر ان شاء الله، ونتمنى تعجب الجمهور ديالي. وكذلك كاين واحد الفيلم اللي ان شاء الله تاو غادي يكون مفاجاه للجمهور، واحد لو بروجي واحد اخر ديالي اللي هو واحد العلامه تجاريه اللي حتى هي غتخرج ان شاء الله قريبا. ترارارا انا المغبون سبب انتيا انا منك ما نبراش، العشق صعيب ونار قويه سمحي لي يا بنت الناس. انا المغبون سبب انتيا انا منك ما نبراش، العشق صعيب ونار قويه سمحي لي يا بنت الناس. انا المغبون انا شرب ليل كرويا الزين عندهم مالي صبر قلبي صبر.